ليس عساه يستطيع ان يحتمل لقاء يوسف. انظري، الا ترين يديه ترتجفان؟ اراك اسوأ حالا منه يا امي، كوني مطمئنة، فان شاء الله لن يقع اي مكروه. تحملي يا امي فحالي. هذا ايها القلب، عليك ان تتحلى بالصبر، وليس اليوم سيكون اللقاء بالذي يسكن له فؤادي ويسر به قلبي. لماذا تخفق بقوة؟ اين اخوك؟ لماذا لم يأتي بعد؟ سيأتي يا ابي، سيأتي. أترى بأي عظمة وجلال وبهاء يأتي؟ منذ طفولته وهو يسعى ليعلونا شأنا، وقد أدرك ذلك. يوسف قرة عيني، يوسف ضياء بصري. يوسف، يوسف بناتي. يوسف بناتي. أو تخبرين حال يوسف ويعقوب؟